بيبدأ المسلسل بشخصيتنا الرئيسية فاري وبنتها مين، واللي بيكونوا راكبين عربية بالليل ورايحين لبيت العيلة القديم. بتبص لبنتها وبتطلب منها إنها تستخبى، وبتوصل بالعربية عند محطة بنزين وبتملى العربية عشان تبدأ رحلتهم، وبتنزل تدخل السوبر ماركت تجيب شوية حاجات، وبتلاحظ إن في كاميرات مراقبة. بتخلص حاجتها وبترجع للعربية، ولما بتبص في الكنبة اللي ورا مش بتلاقي بنتها، وبتطلع مستخبية في الكرسي اللي جنبها. بيتحركوا بالعربية وبيجي لها اتصال من جوزها، فبتاخد التليفون وبترميه. بيعدي عليهم ساعات في السفر لحد ما بيجي الصبح، وبتوصل أخيرا لبيت عيلتها القديم والمهجور. بينزلوا من العربية وبيدخلوا القصر اللي بيبان عليه إنه كبير جدا وفخم جدا. بتطلع فاري وبتوري بنتها أوضتها الجديدة، ولما بتروح تقيس طول بنتها مين بتلاقيها نفس طولها بالظبط لما كانت في سنها. بتفتح الأم شنطتها وبنلاحظ إن جواها مسدس. في نفس الوقت بنلاحظ إن في صوت خبط على الباب. بتقوم فاري عشان تشوف مين بيخبط، وبتحذر بنتها ما تفتحش الستاير بتاعت الشبابيك. بتنزل من السلم وبتروح تفتح الباب، وبتلاقيه العم ناتي خادم العيلة، وهو جايب الحاجة اللي طلبتها منه فاري. بيحط الحاجة في المطبخ وبيديها التليفون الجديد اللي طلبته منه. بتوصله لبره وبتديله فلوس الحاجة، بس وقتها بيبص ناحية الشباك وبيخاف كأنه شاف شبح، وبيمشي بسرعة. بتطلع فاري لبنتها وبتزعق لها عشان فتحت الستاير، بس مين بتتفاجئ وبتقول لها انها ما فتحتش حاجة. بتروح الام لأوضتها وبتحط السلاح في الدرج، وبتفضي هدومها من الشنطة، وبنشوف تحتهم فلوس كتير. بتقفل الشنطة وبتحطها تحت السرير. بيناموا شوية وبيجي الليل، وبينزلوا يستكشفوا البيت شوية، وبتسألها بنتها عن الأوضة المقفولة. بترد عليها وبتقول لها انها الأوضة بتاعت مامتها وكانت بتمنعها انها تدخلها. بيروحوا بعدها على ترابيزة الأكل عشان يتعشوا، بس النور بيقطع فجأة، ومين بتبدأ تخاف لما بتشوف شبح واقف ورا مامتها. بتستغرب فاري وبتسأل بنتها عن سبب خوفها، فبتقولها إنها شافت شبح. بتحاول تطمنها وبتقولها إن مفيش حاجة اسمها أشباح، بس النور بيقطع تاني وبتشوف الشبح لتاني مرة وبتصرخ. بتروح فاري تحضن بنتها وبتطمنها لحد ما بيجي ميعاد النوم، وبتطلع فاري مع بنتها وبتنام معاها النهاردة عشان تطمنها. وبتبدأ تقرأ لها قصة لقيتها بنتها جوه الدولاب الصبح أول ما جم، والقصة بعنوان أليس في بلاد العجائب. وبعدها بيناموا لحد الصبح، ولما بيصحوا بيلعبوا استغماية. بتروح فاري عشان تستخبى من بنتها تحت السرير، وبتشوف رجلين بنتها وهي معدية من الأوضة. بتروح وراها وبتلاقيها لابسة ماسك غريب وبتجري تدخل أوضة، ولما بتروح وراها بتلاقيها قاعدة بترسم لحد ما بتختفي فجأة، وبتلاقي بنتها واقفة جنبها. بتستغرب شوية، وبيدخلوا الأوضة وبيفتحوا صندوق بيلاقوا فيه رسومات كانت بتلعب بيها فاري وهي صغيرة، طلعتهم وقعدت تلعب بيهم مع بنتها. وبعدها مين بتطلع وبتروح ناحية الغابة، وبتفضل واقفة قدام شجرة، ولما بتيجي مامتها بتسألها واقفة كده ليه، بتقولها ان في حد واقف ورا الشجرة. بتبص فاري وبتقولها ان مفيش حد. بيجي الليل وبتطلعها عشان تنام، بس بتكون خايفة وبتقول لمامتها انها بتشوف شبح في البيت هنا. بتطلع رسمة من الكتاب وبتقولها ان ده شكل الشبح. بتحاول تطمنها لحد ما بتنام، بس فاري مش بيجي لها نوم، وبتنزل تجيب سيفن من التلاجة وبتقعد بيهم على السفرة عشان تشرب وتنسى، وبتنام مكانها لحد ما بتصحى على صوت رعد وبرق، وبتشوف شبح بنتها واقف قدامها. ولما بتروح وراها وبتطلع تطمن عليها بتلاقي السرير بتاعها طاير في الجو والباب بيتقفل بسرعة. في نفس الوقت مين بتقعد تنادي على مامتها وبتنزل من السرير بسرعة، ولما بتشوف الشبح بيقرب عليها خطوة ورا خطوة بترجع بسرعة ناحية الدولاب وبتدخل جواه بسبب خوفها من الشبح. وقبل ما يحصل أي حاجة وبدون أي مقدمات بتختفي فجأة. بتدخل فاري الأوضة بسرعة عشان تطمن على بنتها، وبتلاقي كل حاجة في الأوضة بتقع على الأرض تاني بعد ما كانت بتطير. بتروح ناحية السرير تدور على بنتها بس مش بتلاقيها، وكمان بتروح تفتح الدولاب بس بتلاقيه فاضي من جوه. وبعدين بتلف حوالين نفسها وفي دماغها سؤال واحد بس، بنتي فين؟ بتخرج بسرعة من البيت وبتروح ناحية الغابة وبتنادي عليها بأعلى صوت لحد ما بتتكعبل على الأرض وبتقعد تعيط. بتتصل بالشرطة وبتبلغ عن بنتها المفقودة، وبتجيلها المحققة فاه. بتنزل من العربية وبنشوف إنها حامل، وبتسأل فاري عن آثار الضرب اللي على وشها، بس بترد وبتقولها ركزي دلوقتي على بنتي المفقودة. بتدخل معاها البيت وبتطلع تليفونها وبتبدأ تصور كل حاجة تشوفها، وعينيها بتقع على أزايز السيفن وبتصورهم هما كمان. بتقعد على الكرسي وبتبدأ تسأل عن بياناتها وبيانات بنتها المفقودة، ولما بتسألها عن والد بنتها بتتوتر شوية، وبعدها بتقولها إنهم انفصلوا عن بعض. بتسكت شوية وبتسألها عن صورة بنتها،
بترد الأم وبتقولها إنهم اتنقلوا لهنا جديد. بتسألها عن صورة ليها على التليفون، بس فاري بتقولها إنها رمت التليفون بتاعها. بتطلب منها توريها آخر مكان شافت بنتها فيه. بتطلع معاها الأوضة وبتلاقي كل حاجة متكسرة وبتسألها عن السبب. ولما بتحكي لها فاري اللي شافته والسرير اللي كان طاير على الأرض، بيبدأ يبان على ملامح فاي إنها مش مصدقاها وكمان شايفاها مجنونة. في نفس الوقت بيجي المساعد بتاع فاه وبيبدأ ياخد صور للمكان، وبعدها بيروح ناحية الغابة ومش بيشوفوا غير أثار رجلين فاري على الأرض، وكمان بيلاحظوا البقع اللي على هدومها. بيروحوا ياخدوا بعدها رقم عربيتها وبيعرفوا مسار سيرها الأيام اللي فاتت ورحلة سفرها. في نفس الوقت بيوصل العم ناتي وبيسألهم عن اللي حصل، وبيقولوا له على اختفاء بنتها. بيقولهم إنه ما شافش معاها حد وإنها جت من السفر لوحدها. بتديها فاه ورقة مكتوب فيها رقم تليفونها، وبتقولها مفيش أي حاجة تثبت إن ليكي بنت، ولا شهود ولا صور ولا أي حاجة، جمعي أدلة أكتر واتصلي بيا. وبيسيبوها وبيمشوا. بتدخل فاري البيت وبتقعد تعيط وبتسأل العم ناتي، طالما ما شفتش بنتي ليه بصيت ناحية الشباك كأنك شفت حد؟ بيسكت شوية وبيقولها إنه هيسأل أهالي القرية لو حد منهم شاف بنتك المفقودة. في نفس الوقت بتروح فاه مع المساعد بتاعها وبتروح للبنزينة اللي عدت عليها فاري، وبتطلب تسجيلات كاميرات المراقبة، وكمان طلبت الشخص اللي كان شغال وقتها وسألته عن فاري وبنتها. بس الراجل بيقولها انه فاكر فعلا العربية والست اللي كانت ركباها، بس ما كانش معاها حد، هي كانت لوحدها. بتسيب المكان وبتروح للسوبر ماركت وطلبت فيديوهات اليوم ده، وشافت فاري بس في عربيتها وهي بتتكلم مع نفسها. بيرد المساعد وبيقولها شكلها ست مجنونة وكانت بتتخيل ان ليها بنت. بترجع المكتب وهي محترف القضية، وبيجي الضابط المسؤول يطلبها في مكتبه. بتروح له المكتب وبنعرف انه راجل متجوز، بس فاه عملت علاقة معاه في السر وبقت حامل منه، وبيطلب منها انها تاخد اجازة عشان ترتاح، بس بتقوله ان راحتها في الشغل. بتسيبه وبتروح تعيط شوية عشان الموقف اللي هي فيه. بترجع مكتبها وبتبدأ تدور في السجل المدني على معلومات فاري، وبتعرف اسم جوزها، وبتعرف ان ليها بنت فعلا زي ما قالت اسمها مين. بس السؤال هنا، لما سافرت ورجعت بيت عيلتها القديم، هل فعلا كانت معاها بنتها اليوم ده ولا كان بيتهيأ لها؟ بتاخد الكاميرا من المساعد بتاعها وبتبدأ تشك في العم ناتي، وبيروحوا له بيته بالعربية وبيقعدوا معاه. وبتسأله فاه عن علاقته بفاري، بيقولها انه كان سواق العيلة والسواق المخصوص لمامة فاري لما كانت عايشة، وانه فضل مهتم ببيتهم بعد ما سابوه من اكتر من 30 سنة. بتسأله عن الجرح اللي في عينه، بيرد وبيقول لهم انه حصل من 30 سنة لما اقتحمت البيت ست مجنونة وحصل ما بينهم صدام، لحد ما الست دي حطت حتة ازاز في عينه وبعدها وقعت من الدور التاني وتوفت، وده السبب اللي خلاهم يسيبوا البيت بعدها. بتقطعه في الكلام وبتشاور على صورة وبتسأله مين دي. في نفس الوقت بتقعد فاري تدور على أي دليل يوصلها لبنتها، وبتلاقي صورتين بالأبيض والأسود، صورة البنت صغيرة والصورة التانية الراجل اللي يبان عليه إنه هو أبوها، بس هي ما تعرفش الاتنين. بيجي لها تليفون من المحققة وبتروح القسم وبتدخل الأوضة، بيوروها التسجيلات والصور اللي تثبت إنها كانت لوحدها يوم السفر. بتتوتر فاري وبتقول لهم إنها كانت معاها في العربية. بتطلع صورة وبتحطها قدامها وبتسألها مين دي. بتقولها دي صورة بنتي بس إزاي جبتيها. بتستغرب فاه وبتقولها دي صورتك انتي، دي صورة ليكي وانتي صغيرة مش صورة بنتك. بتحتار فاري وبتلف بيها الدنيا وبتفتكر اليوم اللي هربت فيه، وإنها كانت ماسكة السلاح ناحية جوزها بعد ما فضل يضرب فيها، وضرب الطلقة عشان تحذره، بس الطلقة دي بتتضرب في الدولاب. بيتفتح الدولاب ببطء وبنشوف بنتها مين، بس الطلقة بتطلع فوقيها وبنتها لسه عايشة. بتطلع فاري التليفون بتاعها وبتتصل بجوزها تسأله لو جه واخد بنتهم، بس بيتريق وبيضحك عليها لما بيعرف انها اهملت في رعاية بنتها. بتاخد فات تليفون منها وبتتأكد منه انها سافرت ومعاها البنت، وبتطلب كمان صورة لبنتهم. بتتبعت الصورة وبيتفاجئوا بسبب الشبه الرهيب اللي بينها وبين بنتها. بيتجمع اهالي القرية مع فاري وبيبدأ الكل يصلي ويدعي عشان بنتها ترجع، حتى ضباط الشرطة بيروحوا وبينضموا لاهالي القرية، وبيبدأ الكل يتجمع وبدأت رحلة البحث عن البنت المفقودة في الغابة، لحد ما بيوصلوا لمجرى نهري وبيبدأ يبان على فاري الإرهاق وعدم النوم، وبيطلب منهم العم ناتي إنهم يروحوا يرتاحوا شوية وهم هيكملوا بحث عنها. بترجع فاري البيت ومعها فاه بسبب المطر وعشان تطمن عليها. بتكمل المحققة وبتبحث عن أي دليل يوصلهم بالبنت المفقودة، لحد ما بتوصل قدام الأوضة المقفولة بقفل، ولما بتسأل فاري عنها بتقولها إنها عمرها ما دخلتها قبل كده وإنها كانت لمامتها. بتطلب منها المفاتيح، ولما بتيجي تجرب بتكتشف إن مفيش ولا مفتاح راكب مع القفل. بتطلع فيها بره البيت وبتروح ناحية العربية وبتفتح الشنطة وبتجيب حاجة تفتح بيها الباب.
بترجع البيت وبتروح ناحية الأوضة وبتكسر مكان القفل. بينزلوا السلالم وبيمشوا ممر طويل وبينزلوا سلالم تاني لحد ما بيوصلوا الأوضة غريبة جدا، جهاز قديم كله زراير، بتحاول تشغله مش بيشتغل. بتروح لمفتاح النور وبتشغله وبيبان المكان كأنه مختبر، وبتستغرب فاري وبتأكد ان مامتها اكيد اللي بنت المكان ده، وبيلاقوا بقعة دم قديمة جدا ومتحجرة على الارض، وعينيهم بعدها بتيجي على جهاز كبير قدامهم متغطي. بتروح فيها تشيل الغطا وبتدخل جواه لما بتلاقي الازاز مكسور، وبتبص ناحية فاري وبتقولها هي مامتك كانت شغالة ايه بالظبط. في نفس الوقت بيكمل البحث من اهالي القرية والشرطة عن البنت المفقودة بس من غير اي فايدة. بتطلب فيها من المساعد بتاعها فريق البحث الطبي، وبيحاولوا يطلعوا بأي معلومة من الأوضة الغريبة اللي اكتشفوها. بيلاحظوا ان في علامة دايرة بسبب حرق او ماس كهربي. بيطلعوا الأوضة اللي فوقيها وبيشيلوا السجادة وبيلاقوا نفس العلامة. بتبص المحققة لفوق وبتلاقي ان العلامة موجودة كمان فوقيها. بيطلعوا الدور اللي فوقيه، الأوضة اللي كانت فيها بنتها قبل ما تختفي، وبيلاقوا العلامة الغريبة دي موجودة كمان تحت الدولاب. بتقعد فاري وبتبدأ تتعب من خوفها على بنتها، وبيبدأوا يطمنوها وبينزلوا عشان يسيبوها ترتاح. ووقتها فا بتلاحظ عربية سودا فخمة واقفة قدام البيت، وبعد شوية بتمشي. بتروح فا للدكتور عشان تتابع حملها، وبتلاقي الضابط المسؤول عن الاسم هناك مستنيها وبيسألها عن أحوال ابنهم، وبتسأله ليه ما دخلش معاها، بس بيقولها انه مشغول مع مراته وكمان لازم يروح يستقبل ضباط أعلى منه في الرتبة. بتنزل من العربية وهي زعلانة وبترجع بيتها. في نفس الوقت فاري بتدخل تستحمى وتلبس هدومها، بس بيلفت نظرها صوت غريب. بتروح تجيب الورقة اللي فيها رقم فاه وبتتصل بيها على طول، وبتقولها ان في حد في البيت. بتطلع السلاح وبتنزل تشوف مين اللي موجود في بيتها عشان لو بنتها هي اللي رجعت. في نفس الوقت بتلبس فاه هدومها وبتركب عربيتها عشان تروح لها البيت. وفاري بتوصل للأوضة اللي تحت الأرض اللي كانت مقفولة، وبتلاقي شعاع أزرق طالع منها، وبتقع على الأرض لما بتسمع صوت بنتها. بتطلع بسرعة وبتلاقي بنتها بتبص ناحية الحيطة وبتبدأ تعد كأنها بتلعب استغماية. بتقرب منها فاري، ولما بتجري بتروح وراها لحد ما بتوصل لأوضة بنتها، وبتشوف شعاع أزرق طالع منها وكل حاجة في الأوضة بتطير لفوق للمرة التانية. بتقعد تنادي على بنتها لحد ما بتفتح الدولاب وبتتسحب جواه، وتليفونها بيقع على الأرض، وبتفضل تطفو في الجو لحد ما بتقع جوه الجهاز اللي في الأوضة المقفولة بس من 30 سنة. بتفوق وبتفتح عينيها وبتبص للشخص اللي قدامها، وبتعرف إنها مامتها. بنرجع بالزمن لأكتر من 30 سنة، وبنشوف بنيدة مامة فاري وهي قاعدة بتصرح لفاري بنتها شعرها عشان يجهزوا رحلة الشاطئ، بس بيجي تليفون مهم ليها من الشغل، وبتضطر تروح وتسيب فاري وجوزها لوحدهم. وبتطلع من البيت وبنشوف العم ناتيس سواق وهو شاب وبيوصلها بالعربية. بتطلع فاري وهي زعلانة عشان الرحلة اتلغت، بس أبوها بيطلع وبيوعدها إنه هيوديها هناك قريب. بتوصل بنيدة الشغل وبتديهم الأوامر، وبتطلع عشان تراقب التفاعلات اللي بتحصل، وبتشوف نور أزرق غريب وقوي طالع من الجهاز، وبيظهر دخان غريب وبيترمي منه فردة جزمة بس مكسور منها الكعب، وبعدها الجهاز بيفصل. بترجع البيت وبتقعد تشتغل عشان تفهم الخلل اللي في الجهاز. بتجيلها فاري ومعاها رواية أليس في بلاد العجائب، وبتطلب منها إنها تقراها لها، بس بترفض وبتطلب منها تروح أوضتها لأنها مشغولة دلوقتي. بترجع فاري أوضتها وهي زعلانة كالعادة، بس بيجي باباها وبيقعد يقرا لها من الرواية لحد ما بتنام. بس بتصحى تاني على صوت خناقة بين أبوها وأمها، عشان أبوها بيطلب منها إنها تراعي بنتهم شوية. بتعيط بنيدة وبتدخل الحمام، وبتروح تقف قدام المراية وهي بتعيط. بيجي تاني يوم وبتروح معاهم رحلة الشاطئ، وفي نص الطريق بتقول لجوزها إنها مش قادرة تكمل، وبتطلب منه يوقف العربية حالا. بتنزل من العربية، ولما بتلف وشها بتشوف عربية بتيجي تشيلهم هما الاتنين، وبتعمل لهم جنازة هما الاتنين، وبتقعد تعيط وبتجيلها حالة نفسية، وبتروح لدكتور نفسي لأنها حست بالذنب وشايفة إنها السبب في اللي حصل. بتسوق حالتها وبتروح الشغل بس مش بتندمج. بترجع البيت وبتقف قدام المراية وهي بتعيط وبتكسرها بإيديها. بتنزل وبتروح ناحية الجسر وبيتكسر منها كعب الجزمة، وبتطلع على السور وبتشوف كرة دخان بتنور بطريقة غريبة. بتقع فردة جزمتها جواها وبتختفي. بتقف محتارة شوية وبتفتكر اللي حصل معاها في الشغل، وإنها لقت الجزمة دي المرة اللي فاتت، وبتشوفها فرصة عشان ترجع جوزها وبنتها للحياة من جديد. بترجع البيت وبتبني مختبر تحت الأرض وبتجهزه بكل الآلات اللي مطلوبة عشان تولد طاقة كبيرة لآلة السفر عبر الزمن بتاعتها. بتشغل الجهاز وبتروح تقف قدامه بس بتفشل المحاولة. بتقعد تعيط وتصرخ وتخبط إيديها في الزراير لحد ما بتتولد طاقة، وبتظهر في الجهاز مين بنت فاري، أو بمعنى أصح حفيدتها اللي ما تعرفش إنها حفيدتها.
بتطلعها من الجهاز وبتشوف فيها بنتها اللي راحت وبتقرر تربيها، وبتروح تشتري لها هدوم، وكمان بتروح تشتري لها ألعاب. وهناك بتشتري لها حاجتين، أول حاجة رسومات والتانية ماسك. بترجع البيت وهناك السواق نتيه بيستغرب البنت اللي معاها، بس هي بتكون حازمة معاه وبتقوله إنها بنتها ومش عايزة أي حد يسألها عن حاجة، بل ويتعاملوا معاها إنها بنتها فعلا. بيتجمعوا على الغدا وبتفتكر مين الشبح اللي كانت بتشوفه، بس لسبب ما مش بيكون موجود هنا. بتزعل وبتقول إن مامتها وحشتها. بتروح مع بنيدة عشان تتصل بمامتها، وبما إننا رجعنا بالزمن فطبعا الرقم مش شغال، وبكده بنيدة بترتاح وبتقرر قرار نهائي إنها بقت بنتها حتى قدام الناس، وبتاخدها في حضنها وبتطلع تنيمها في أوضتها وبتنام جنبها. بتعدي الأيام وبتروح تعمل علامة على الحيطة بطولها، وبترجع الحياة والبهجة للبيت من تاني، وبياخدوا أول صورة ليهم مع بعض. بتقف بنيدة بعدها وبتبصلها بحب وهي قاعدة بترسم ولابسة الماسك، وبيطلعوا كلهم رحلة للشاطئ وبيزيد تعلقهم بيها يوم عن يوم. بترجع بنيدة من الرحلة وبتقرر تخفي أي حاجة عن حياتها القديمة وصور بنتها فاري وصور جوزها وكأنهم ما حصلوش من الأساس، وبتروح تلعب معاها استغماية وبتفضل تدور عليها لحد ما بتلاقيها جوه الدولاب، وبعدها بتاخدها في حضنها وبتبدأ تقرأ لها من الرواية بتاعت فاري. بتتأثر الأم وبيتجدد عندها الإحساس بالحنية والذنب ناحية جوزها وبنتها، وبتفتكر اللي حصل. بعدها بتنزل المختبر تاني عشان تكرر العملية من جديد، وبتبص في صورة جوزها وبنتها وبتشغل الجهاز وبيبدأ التفاعل، وبنبدأ نشوف لقطات لمين وهي بتلعب استغماية ولابسة الماسك بتاعها وبتجري. وبتدخل فاري الدولاب وبتظهر جوه الجهاز قدام مامتها، ولما بتنادي عليها وبتقول لها يا ماما، بتقف بنيدة وهي محتارة وجواها سؤال واحد بس، هو أنا عملت إيه بالظبط؟ في نفس الوقت بتوصل فيها البيت وبتقعد تدور على فاري في كل حتة لحد ما بتطلع تليفونها وبتتصل بيها. بتسمع صوته جاي من الأوضة. بتدخل الأوضة وبتلاقي التليفون مرمي على الأرض قدام الدولاب، وبتعرف إنها بعد ما كانت بتدور في اختفاء بنتها كمان هتدور في اختفائها هي كمان، يعني البنت وأمها. بنرجع لفاري اللي بتنادي على مامتها، بس بنيدة بتخاف وبتكون مش فاهمة حاجة، وبتخاف أكتر لما بتلاقي السلاح اللي في إيديها وبتطلب منها تسيبه على جنب، وبتفتح تاخده وبتقفل عليها على طول، وبتفضل تنادي على مامتها وبتقول لها أنا فاري. بتسألها بنيدة أنت عرفتي منين اسم بنتي؟ بترد فاري عليها وبتقول لها عشان أنا بنتك. بتقف بنيدة وهي مش عارفة هي عملت إيه، وبتبدأ دماغها تصفر وبتجري تطلع بسرعة وبتسيبها لوحدها. بنرجع للحاضر، وفيها بتكتشف الشنطة اللي فيها فلوس وبتطلب منهم يودوها الاسم ويحافظوا عليها كدليل في القضية عشان محدش يسرقها. بتكمل بحث في باقي البيت وبتشوف صورة بنيدة مامة فاري، وبتشوف الصورتين الأبيض واسود بتوع الجنازة، وبتحتار في معرفة شخصياتهم، خصوصا ان مفيش دليل مادي واحد في البيت يدل على اسمائهم او صورهم غير الصورتين دول بس. بتاخد الصور وبتعرضهم على العم ناتي وبتسأله مين دول. بيقول لها على صورة الراجل انه جوز المدام بنيدة مامة فاري، انما صورة البنت فهي بنتها البيولوجية وتوفوا من أكتر من 30 سنة. بتسأله فاه يعني دي أخت فاري؟ بيسكت ومش بيرد عليها. بنرجع لفاري والمامتها اللي بتجيب لها أكل وبتقفل عليها تاني، وبتسألها أنت جاية منين؟ بترد فاري وبتقولها أنا في البيت ده أصلا، بس معرفش أنا جيت إزاي بعد ما كنت بدور على بنتي. بتسألها بنيدة بنتك؟ بترد فاري وبتقولها بنتي عندها 5 سنين وبالطول ده. بنيدة بتعرف إن البنت اللي معاها فوق هي بنت فاري، وبتبدأ دماغها تلف لتاني مرة وبتسيبها وبتمشي. بنروح لفاه اللي بتطلب في مكتب الضابط المسؤول وبيعرفها على جوز فاري واللي بيكون ضابط هو كمان بس برتبة عقيد، وبتتفاجئ لما بتلاقي شنطة الفلوس جنبه، ولما بتسأله ليه هي معاك بيقولها انها اتسرقت منه وانها رجعت. بتتعصب فاه وبتقول له مراتك وبنتك مخطوفين وهمك الفلوس بس، ده غير انها سابت البيت بسببك بعد ما ضربتها. بتسكت شوية وبتقول له انت مشتبه بيه في خطفهم، واني عربيتك شفتها قبل ما تختفي فاري بيوم واحد قدام البيت. وبتطلع وبتسيبهم، بس قبل ما تمشي من الاوضه بيقول لها مين قالك انها بنتي من الاساس. بتفتكر فا كلام نتي عن القضيه اللي من 30 سنه، ولما بتطلع السلاح المستخدم بتلاقيه نفس السلاح اللي كان مع فاري قبل ما تختفي، وبما انه سلاح حديث ازاي كان موجود من 30 سنه. بتروح فا هي والمساعد بتاعها للفندق وبتراجع الكاميرات وقت ما فاري اختفت، وبتشوف الضابط المسؤول عنها وزوج فاري وهم جايبين بنات، وبتعرف انه مش هو اللي خطف مراته لانه بكده عنده حجه غياب، وانه فعلا رجع عشان الفلوس مش اكتر. بترجع فيها العربيه وهي متعصبه لانها شافت عشيقها وهو مع بنت تانيه غيرها وغير مراته. بتبص ناحيه القضيه القديمه وبتعرف ان الضابط المسؤول عن القضيه وقتها كان ابوها، ورغم خلافاتها معاه بتقرر تروح له تساله عن السلاح. بنرجع لفاري اللي بياخدها ناتيف عربيته بعد ما اخد الامر انه يتخلص منها، بس فاري بتقدر تخرج العربيه عن مسارها لحد ما بتتقلب،
وبتعرف إنها في سنة 1991 وإنها بكده في الماضي. بتجري بسرعة ناحية البيت عشان ترجع بنتها، وبتوصل للغابة وبتقف ورا الشجرة وبتشوف بنتها، وقبل ما بتنادي عليها بتاخد ضربة على رأسها وبيغمى عليها. بيجي ناتي وبيجرها، وبتقدر تاخد طوبة في إيديها من غير ما ياخد باله، وبيشيلها وبيمشي بيها وبيرجعها أوضة المختبر تاني. وقبل ما يغمى عليها تاني بتشوف مامتها بنيدة بتسأله انت ليه رجعتها هنا تاني. بتوصل فيها بيت أبوها وبتلاقيه كله أزاي السيفن، وبتدخل تقعد معاه وبتحط ملف القضية قدامه، وبتبدأ على طول تهاجمه وتقوله ازاي تتلاعب بالأدلة وتحط سلاح حديث. بيتعصب أبوها وبيقولها ما كانش معاها أي إثبات أو بطاقة هوية، كانت مجرد ست مجنونة اقتحمت بيتهم وهم دفعوا عن نفسهم. وبالنسبة للسلاح فأنا متأكد إن هو اللي كان موجود هناك وقتها. بيسكت شوية وبيقولها كان في دليل تاني في القضية، الست دي قبل ما تموت كان في جيبها ورقة مكتوب عليها أرقام. بتستغرب فيه وبتقوم من غير ما تسلم على أبوها، وده بيخليه يسألها انت ليه بتعملي كده، انت مفكره نفسك احسن مني. بيبص على بطنها وبيقول لها انت كنت عايزه تترقي باي طريقه لدرجه انك عملتي علاقه مع مديرك. بتعيط فيها وبتروح تصب لنفسها كوبايه سيفن هي كمان عشان تنسى. بنرجع لبنيده اللي بتدي السلاح للناتي وبتقول له يخليه معاها عشان لو عملت حاجه تاني تتصرف وتحمينا. بتفوق فاري وبتقوم وبتخبط على الازاز وبتتعصب عشان يطلعوها من مكانها، وبتقول له انا اسمي فاري وجايه من المستقبل. بيقرب منها وبيوريها صوره وبيقولها هي دي فاري الحقيقية، انت مين؟ بتبدأ فيها تجمع الأدلة والخيوط مع بعض، وبتلاحظ هي والمساعد بتاعها ان الرسمة اللي في ايديها تشبه الست المجنونة اللي اقتحمت البيت من 30 سنة وماتت. بتبدأ تفتكر كلمة ابوها عن الورقة اللي فيها ارقام. بتفتح ملف القضية ولما بتشوف الورقة ملامحها بتتغير، وبتقول لهم فاري في البيت بس مش في الزمن ده، وبتاخد الملف وبتسيبهم وبتمشي. بنرجع لفاري المحبوسة اللي بتزعق وبتقول انها جاية هنا عشان بنتها. بيستغرب ناتي وبيسألها بنت مين؟ بترد وبتقوله البنت اللي رئيستك خطفتها. بيسرح ناتي وبيبدأ يربط كلامها ببعضه، بس فاري بتلاقي الطوبة اللي خدتها قبل كده وبتفضل تخبط في الإزاز. بيطلع ناتي وبيسألها هي البنت اللي انت بتربيها دي بنت مين؟ بتتعصب عليه وبتقوله مش قلتلك قبل كده انها بنتي؟ وبتسيبه وبتمشي. في نفس الوقت بتخبط فاري بالطوبة مرة والتانية والتالتة لحد ما الإزاز أخيرا بيتكسر، ولما بينزل ناتي على صوت التكسير بيلاقي فاري بتجري ناحيته وبتنط عليه وبتحط حتة الإزاز جوه عينه، وملامح فاري بتتغير لما بتعرف إنه العم ناتي. بتجري تاخد السلاح وبتطلع بره الأوضة وبتروح أوضة بنتها اللي بتكون نايمة، وقبل ما تلحق تتكلم معاها بتيجي بنيدة وبتشدها لبره وبتقول لها أنت عايزة إيه من بنتي؟ بتبص لها فاري وبتقول لها أنا بنتك واللي جوه دي بنتي أنا حفيدتك. بتعيط وبتترجاها ترجع لها بنتها. بتجري ناحيتها وبتخنقها من رقبتها وبتقول لها أنا مش مستعد أخسر بنتي تاني ليا. بترد عليها فاري وبتقول لها بس انا بنتك. مش بيهمها كلامها وبتزقها. بتقع فاري وبيقع عليها النجفه اللي حصل فيها ماس كهربي وبتنتهي حياتها. في نفس الوقت فيها بتفهم القصه وبتربط الاحداث وبتشوف الورقه اللي عليها ارقام، وبتعرف انها نفس الورقه اللي كتبت عليها رقمها وعطتها لفاري، وبتقعد تعيط لحد ما بيدخل جوز فاري ومعاه بقيه الضباط. بتجري عليه وبتقعد تضربه وهي بتعيط وبتقول له انت السبب في اللي حصل. بنرجع للماضي وبيجي البوليس وبيعاين اللي حصل وبيشيل الجثة. وفا بتولد، ولما بتوصل الاسم بتوصل نتيجة الطب الشرعي وبتعرف ان فاري وبنتها هما في الاصل ليهم حمض نووي واحد. بتقرر بنيدة تاخد بنتها وتسميها فاري ويمشوا من البيت. في نفس الوقت بنشوف فاري وهي بتنادي على بنتها وعمالة تخبط على الشباك، ووشها بيتغير وبتتحول لشبح. بتمشي بنيدة ومعاها فاري وبتعدي السنين وبيكبروا وبتكبر فاري، وبتمسك مامتها وشها في يوم وبتركز فيه وبتقعد تعيط وبتقول لها لقد كنت انت حقا. بتروح المستشفى ولما بتشوف فاري بتفتكر اللي حصل واللي هي تسببت فيه وانها هي اللي موتتها، وبتقعد تعيط بحرقه وبتقول لها لا تعودي الى المنزل. بتعدي الايام وبتموت بنيده وبتعمل لها فاري جنازه. بتعدي السنين وبتشوف العقيد وبيحصل ما بينهم اعجاب وبيتجوزوا وبيخلفوا، وطبعا كل حاجه بتتعاد ومعاملته الوحشه ليها لحد ما بتقرر انها تهرب مع بنتها. واتمنى من قلبي حقيقي انها ما ترجعش المره دي للبيت عشان ما تتعادش معاها تاني نفس الاحداث للمره التانيه. وبس كده صديقي المشاهد، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه. اشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.